هذا وأكد وزير الخارجية السعودي عادل جبير أن نتائج الانتخابات في مملكة البحرين ونسبة المشاركة العالية للناخبين تعتبر رفضا قاطعا للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأضاف الجبير في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن هذه النتائج في الانتخابات تؤكد على وحدة الشعب البحريني وثقته بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى. إلى ذلك أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن مملكة البحرين عززت نهجها الدستوري والمؤسسي عبر نجاح العملية الانتخابية، مضيفا أن نسبة المشاركة العالية تؤكد على الوعي الوطني بأهمية الاستقرار ورفض التدخل الخارجي، وأن نجاح البحرين نجاح لنا وللخليج العربي.